قلب تدري والله بطني بعد شوي. 300 مبشر في القلب. اشتركت 300 غصبا علي. ما راح اسمع قلب بطني كذا. محمد اشكر خالد. لا والله وتقديره وتغليله وخصمه لهذا المبلغ. حد يتنازل من 1200 على 300؟ انا يعرف صاحب القرار انه مانع عني. صاحب القرار مانع عني من الاتصال. قال بس يا رجال ويدخل عليهم كلام اليوم. انا يوسف من زرو اشترك عندي. قلت له ما اشتركت. سو اقل. لكن هو لا هو هذا نهايه البرنامج. لازم حق 1200. شوف تنازل من 1200 على نهايه موسم. انا لو كان الوجبه بكوزي ب 150 ابايعهم الحاشي. خلانا كده فلوس. امس فلوس. شغال. سجلت يوسف تقريبا من لا بروح شو اسمه كب عبشي ما في فايدة خالد. ما في فايدة الأيام الأخيرة تدوب صاحب القرار ماشي آخر مرة يوم نتنافض يوم قبل علينا الله غارب حري بيض الله وجهه صاحب القرار في أبو ماجد. ليه؟ يا رجل معاقب الإدارة ومعاقب المتسابقين ومعاقب مختار ومعاقب السماء ومعاقب الأرض يا أخي والله وهو نايم هنا هدر هدر يصرف حتى تعرف تغسله يمكن يكلم وانت محمد صاحب القرارات ايش يقول؟ ارتاح ارتاح حمزه مصطفى قال امنعوني من يوسف وش قال؟ ابعدوني من يوسف صاحب القرار صاحب القرار والله لو مو مسكنا يوسف ولا يبقسه ما عرفته يوسف برجع رقد تدري تعودت في رمضان على نومها اللي بعده مغرب اقسم بالله افطر كذا وارجع ادعس انا وما شيء لا هو كامله كامله لين العشاء والله عرفت؟ لين العشاء يقوم صاحي الصغير احنا هنا نشتغل الريالتي عشان تشوفنا يا يوه والله من بيمك بالعكس هنا الريالتي يبدا بعد المغرب لا حرام عليك النومه بعد المغرب يا حلوه حلوه يوم طلعت فانز ايش مصاب؟ والله فان صار والله ها؟ ولد عمك نايف اي نايف نايف ولد عمك بالطلق انت فانز منو؟ هلا طال عمرك بين انت طالع بالصول صح؟ والله نحسن كشوخي شجعك شجعك هذا تركي ابو سامره لا اله الا الله وبراد الاسد صلاه صلاه حتى المشي ريالتي ابو دعير مش هتاخذ الاول حبيبي والله صل شكرا لك تعال صل ياخذ الاول اللي يصلي ياخذ الاول اسمع زمان اسم البروست ياخذ البروست والبسطه ما خلي احد اللي علمه احنا خذينا بروست والله تاخذون سطوع عليك من الذيبان هذاك لا يا مبزي ذاك كان ياكل في الليل ناسي ذاك يلعب بطن يعني طيب برست اللي يجيك بطاطس تقطيع عرفته؟ والله كبار كنا شغل بيت البطاطس عرفت قصدي؟ وشكلها حق بيت ولا؟ البطاطس عرفت البطاطس يجيك كبار انا اصابع الحمد لله ذاك شغل بيت تقطيع ايه فان كنت سلك لي مجمعين فنان فنان ايه فنان ما شاء الله حلو حلو ما شاء الله فنان حلو حلو ما شاء الله ما شاء الله يلا روح صلوا شباب نجيكم يلا ايش هو ناخذ هذا صحن عبي وزبه يا اخي يجي جوع بعد ال ايش بعد الصلاه يجي جوع انا ما داني هذه الحركات لي تبغى كل شيء شعبي صح؟ يقول ما داني الحركات هذه كسول ما يحب بكياته والاشياء هذه صحيت الظهر تخيل قلت الظهر باقي شوي ياذن جيت هم يضبطون ذي سمعت نوم اذن وما اذن طالع عيال نايمين كيف؟ طالع بأذن عصر ما خسر تعبان تعبان بعد العصر طويل لا بعد العصر نمت عظم في الظهر ظليت
حلقي يا ولد. أصلاً تشبع نوم وتقوم تصحى تحس بخلاص قرب يبدأ. تجي العادة بدري تجي أحفل لا لا بالساعة ما الأم مش داعي. يلا لا يا روحي أحدف ليش واحد هنا بنخلي بوفيه كامل بعدين روحي مش ده بدي يعني خلاص. Yeah, yeah. Yeah.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يحيى صلاة، يحيى من يصلي؟ استوى اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. إنا أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، امرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
تلسس بيدقونك دق اليوم الاماميه وعلى الهاوي الحين بشرك نورين يلا حي وجودكم بارك الله فيكم الله يا قاوي كيف حالك الله يحييك الله يطول عمرك والبقى البقى يا الله يسعدك يا ابو عمر الله يسعدك يا الله يحييك ويحيي المطر شيبتنا والله ما اخذت قبلك والله ما اخذت انا حلفت اكبر واحد فيهم الله يطول عمرك الله يطول عمرك البقى يا ابو مقعد ايش حالك والله ما تسوق والله ما تسوق الحمد لله على السلامه الله يطول عمرك يا رب حمزه فل ريالتي يا مرحبا بقى يا بس اليوم جايب لكم متحدي انا بعد يا رجال بعد في واحد يتحدى بندلبش وفيصل الشهري اليوم يوم ايه يوم يوم. ها يتحدى يوم كان صوت كان يعرف صوت ايه وما ما ندلك دام معتصم هنا الامور طيبه معتصم هنا هذا اي والله انا قد حسيت انه حسيت ها لكم مو بهو اللي صار زين ابو من ريال ابو سالم ابو معتصم والله اللي زين معتصم هو المعتصم والله ابو سالم اللي مثل ابو سالم لا والله يجوك مشاعر حساسه وصوتهم زين يا صالح لبيك هاي الحق الفيري منو بسك وقع واقف نفس الفيري اللي قبل شوي ها نفس قرايتك يا اخي صوته زين زيك ايش بالله على قرايتك انت ليش يا تجنن دام محمد قال تجنن اهم شيء انا مبسوطه الحمد لله خلاص الله يطول بعمرك يا ابو مايك بقى البقى الله يسعدك فرحتونا وشرفتونا الله يسعدك واني من اشوفكم جماعه اهل يران القراب الله يسعدك يا ابو حد من ريحه يا بخر والله مكيف ابو مايد مكيف شغاله بالشركه لا تبلاني شغال يمكن عندي انا كنا عجب انا شغالات مكيفات كنتين كذا ارزق صوت تعسس هذا الشمري الكورنيش روقان الكورنيش ها كيف الشاطئ مزرعتك يا ولد انا يوم اني اشوفكم حياتك الليل واول الصباح اقول المكان بارد بعد بعد الجو ترى بعد بعد الفجر سبحان الله اي والله الحين في مكان كله مزارع ترعابه الله يسعدك يسعدك ترك ايش حالك والله بخير عساك طيب الحمد لله على السلامه الله يسلمك تم نورت القريه الله يطول عمرك ترى جاي عشانكم دخل من الباب كانت هي عشان الجميع لا مع الباب هو الدخول مع الباب لكن الطلوع فوق الباب الله المستعان الدخول بعد مع الباب
لازم تكون مؤدب لين متى الحركات. الله يسعدك يا رب. الله يطول عمرك. كيف حالكم يا رب؟ نعمة يا طيبين. ايش حالك؟ الله يطول عمرك. طيب عزيزك يا حياك الله. عسى ان يوسف ما معذب. سريع سريع يا ما غير يقلد. اخو علي أخو علي هبلي هو يلمين. ضبط ضبط اللكنة وضبط عندكم اللهجة الجنوبية. محمد خلاص هدو قبائل راحية. ها يقول أنا اسمي يوسف الشهري الفهري الشمراني. والله ونعم ونعم وسلم ونعم من غلاكم هذا الشيء. مرحبا لي يا محمد مرحبا لي. يحفظ كل مره قبل ما كان امورك. بس عاد هو ولا مره قال ترى يمهورك. انا ما اعرف انت كيف يبتوا. لا 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 يقول لا 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 يقول يمهوري. انا اشكر يمهوري ازيدك. بس هو في البث ما قالها. لا 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 اذا جاء هاشتاق انا اشكر يمهوري عند البج عنه دلبج يسوي جانبي اختفي انا. الله نحبه يوسف. الله يسعدكم يا الربي ازيدك. الله يخليه والله. زيدكم أبو الرابع. جمعة صراحة شخص ما شاء الله تبارك الله محترم نشاط وموهبة وشعر. حاول عشان ما أسحب كلامي في المدح اللي مدحته بسرعة. ضبطت حبيبي. عاد سبحان الله أمس والله أنا كنت تعبان صدق. أنت على طول المديح يا أبو جمعة. الطيب اللي يلاقي ناس طيبين مثلكم يبادلهم الطيب. يعني الله يجمعكم على خير. بس درسنا هذا الشيء في فترة البرنامج يعلم الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله إنه لابسين من بعد البرنامج بإذن الله. غير يوسف قال لكم ترياكم. بغيت أقولها ترياكم فعلا. إحنا ما عاد نبي يقول مد حد ترياكم فعلا. نبي نجيح بس بإذن الله. هذا دارنا. نبي نجيح عشان الله. حن اليوم حن بنقول لكم دام جيتوا هالعمر بنقول ترياكم في الجنوب. الله يسعدكم. الحين دورنا بإذن الله. الله يحيي الله. استريح. ما حد بقى في السعودية إلا قال له يوسف ترياكم في عمان. أنا والله بس مطيب يا أهل عمان. ترى الريال عزم الجميع. والله مرحباكم يعني. والله ما خلى أحد هنا. أما يوسف والله إنه كريم ونعزم عزم على دار كرم. الله يطول عمرك. ولا رجل يعزم إلا من محبة وسلطة. الله يطول عمرك. هو إن شاء الله بإذن الله إحنا خلاص تم الاتفاق بيننا وبين فرقة الدعم. إيه. بعد البرنامج إن شاء الله عندكم إجازة أسبوعين. واللقى إن شاء الله رابع العيد ولا خامس العيد بإذن الله الواحد لحد بإذن الله يكون نتجمع هني على باص 50 راكب. والله وأبو عمره أبو محمد الله يذكره بالخير عبد الله الكلبي عبد الله بن دعلوج هو بيكون سايق الباص. يا سلام والله أبو مرعي أبو مرعي الله يذكره بالخير بيكون إن شاء الله من الباص للمقابل على سواقة بن دعلوج من الباص للمقابل تاخذوا جوله باذن الله. لا شكرا على المملكه نبتدي من المملكه وعلى دول الخليج باذن الله. بالباص انا قلبي وحسي وروحي معاكم لكن جسدي لا. الله يسعدك. الله يحفظكم ويسر عليكم. انت ما سلمتوا على بن دعلوج يسوق بن دعلوج نفذنا كلنا. لو قلت ابو مرعي بمناسبه تتوقع ابو محمد كان اول شيخ في القريه ولا ها اول شيخ دلبج لا لا هو طال عمرك بن دعلوج بمناسبة دخولها السجن 10 مرات دخل 10 مرات وبمناسبة الشيخة بمناسبة رجوعه من الماينس 10,000 إلى شيخ الغارية وصاحب كوزي وصاحب كوزي وصاحب التماس ونائب رئيس البلدية ومن عاده كرت من اللجنة كرت من اللجنة. هذا عبر على جوائز المسابقة كلها أسبوعين قليل واستبعد بعد. والله ونعم بذات الله ختمها والله ختمها واستبعد. ما خلى شيء في البرنامج كل شيء جربه. لكن يعلم الله ان الشباب اغلبهم الشباب اللي طلع من البرايمات انا اتكلم عن الجميع يعلم الله انهم اشتغلوا تراهم خلفكم شغل جبار وهذا تذكر يعني معروف سمعهم سمعهم البرامج اسمعهم زين. تركي ما قصر يا رجال. تركي يقول والله ما تابع. الله الله ابو مدعي يعلم الله سبحانه وتعالى انه اشتغل خلفكم. نايف الله يذكرك بالخير يا رب. بس نايف ربشة السبيسات والبث هناك اي وش ليه نايف هنا يعني غريب يعني باه هني في القريه الى الازهلان يعني فلفل يونس ان شاء الله بيرجع يونس والله اني ما ادري ان شاء الله عسى تيسر الامور ونشوفه هني اي خلهم يسمعوا نسهر الليل عشانهم والله نسهر الليل عشانهم ندعم والله انك ما صدق الله يقدرنا على خير ان شاء الله. ياخذ بس في التيك توك ترى ما عليكم جيب فلبث ادعمهم اسحب ناس اقول شاهدوا البرنامج الله يقدرنا على خير ان شاء الله. لا والله خير ان شاء الله. خلونا بنعرفكم على الشباب
هذا اخوي علي عبد الله. وين راك؟ والله والله اخو دنيا حياكم الله. يوسف سالم انت محمد طيب. اخوي ونعم. الله يطول عمرك. هذا حمزه بن فارس محمد بن خليفه اعتصم بن سالم ومسفر الريسي وسالم الريسي. الله يطول عمرك. يعني صح يمني اقول معتصم قبل شوي. الله يهديك. تقول ابو معتصم. انت تقول ابو معتصم. ابو ذي جت من كثر الفطور. هو انا قصدي معتصم. والله لي مرحبا بك ابو هم يا يوسف. الله يطول عمرك. وهالعمال ما يحتاجون شهاده. نحن طالعين بحكم التقارب اللي بيننا ونشوفهم دوم عندنا ويشوفونا دوم عندهم. والله العظيم لأننا نحس في قلوبنا لهم خاصة هالعمى غلوا محبة وتقدير مودة لا ترابط اجتماعي نسابة كل الأمور. والله أننا فرح بهم إن كانوا يونا هني ولا يونا في الإمارات ولا شفناهم. العماني شخص محبوب. الله يطول عمرك. والشعب يمكن العربية كلهم تتفق على محبتهم. الله يسعدك يا والله لي مرحبا مليون. وهذه يمكن في خاطري وفي خاطر الشباب كله. صح. والله لي مرحبا مليون يا محمد اخوي اهلي. مرحبا مرحبا. يا مرحبا بكم يا وين هذا اللي بينافس وينك؟ انت بتنافس موجود 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 معتصم بينافس عشان معتصم دقيقة المعتصم بينافس ابو سعيد اي ومحمد خليفه بينافس دلبج وفيصل الشهري. يلا هدا إيه. انا ما ادري هي عكس ولا بنبتدي الجلسه طال عمرك من عندك انت فاطربنا لا هند. يقول لك بس لا لو يعطوا صدى يعطونا سبيكر طعني من العام وش الذي عابك اليوم رمضان والناس صيام عاتبك يا ابطل الصام خلاص خلاص يا ولد الاحشام مالي على حبك عزوم حبك رماني بالاوهام مليت من حب موهوم سلام الله يا سلام 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 والله حياني على هذا اللحن اللون الجميل عفا عليك ماخذ عليكم من هناك وايد صح ابو شوف انت دامكم لابسين مايكات اليوم مسفر وسالم ومحمد اكيد انكم جايبين عندكم قصيده وعندكم شيء بنسمع منكم وعقب اللي بنسمع بعد من الشباب. انا طول بعمرك مقدم الشباب وشم اليوم اللي حاضرين معنا وجملونا الله يسعدهم. انا الكفاله عند ابو سالم وخلاص يطيح الموضوع. ابو سالم كان كفاله بينه تواصل كان قبل يومين. انا ترى كفالتي يومين بيض الله وياك بعد هذا اليومين احنا الحين 48 ساعه لا تعدت والله لا ما تعدت والله يتعدت والله انا ابي اللي عند الاشاره انا خابر اللي عند الاشاره الله يسعدك نعم اللي خابر عطنا يا غير اوه لا 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 انا اعترض اعترض بنبدا مع سالم بن سعيد. سالم بن سعيد نعم وش قال سالم هذا شبيهي عز الله انه شبيهي هذا شبيهي وش قال سالم بن سعيد يقول من عمان العز جينا قاصدين من بلد هيثم مع الود المصان سلطنة الامجاد دار الاكرمين صوب دار اهل المكارم والأمان والنعم. دار سلمان الحزم حامل عرين موطن التاريخ مع مر الزمان بالوفا والود جينا ملبيين دعوة الوافين أصحاب البيان مرحبا. عند برنامج وناسه مبدعين طيب. زد رصيدك والفخر زاد المكان والتقينا ولحظة مصافح يدين الفرح كبر على صوت الأذان الفرح كبر على صوت الأذان مرحبا مليون مرحبا عند ابو سلطان. ابو سلطان وش قال ابو سلطان؟ ابو سلطان انا اسمع بيتين قبل ما ندخل القريه يرددهن ف غزل ولا نباهن الحين على البث يا ابو سلطان خيتي ما عليك نحول على الغزل بيرد لك واللي اليوم 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 ما بنحط شيء عندكم اي مره وش قال ابو سلطان وش قال؟ والله للاسف ما حضرنا شيء تقدمنا والله نعم ونعم مثل ما يقول ذا مسندي سالم بن سعيد مقدم وقت المهمات يا سلام يا سلام قطع الجميع جزا الله خير. لا 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 فينا طمع عادنا فينا طمع والله يا سلطان فينا طمع صدق عاطنا مما يحضرك
خالك طيب فانه وهالك نفداك ايش ايش قال حموله زايد ايش تبغى تسمع بخير والله الشيء اللي يسريني ابو ظبي الليل يا سلام والله لو تسمع منه الى بكره ما تطلع مع هذا الباب عند الباب والنظام نظام سمك عتاب هات راح يقول لك تلاشى الود يا جافي وناظر وردة البستان طيب اشوف انها عقب ما خربت الاوضاع ذبلانه سلام بعد ما قلت الحيلة أنا مقدر على الكتمان طوار الشوق تجبرني على شيء صعب كتمانة أنا يلي حفظ قدرك وعاملك بوفاء وإحسان وعطيتك قلب مخلص لك ولك شرعت بيبانة حقيت إن الوفاء عندك يرجح بالعشق ميزان حقيت إن ولا باقي ولا عندك رخص شانه إذا تملك تحت ضلعك قلب يملك شعور إنسانة باك تقدر أشواقي وكون الود ربانة وإذا بترحل أنا مسامح ولكن وردة البستان حرام إنها عقب صدك تموت ما لها خالة يا سلام يا سلام يا سلام يا أبو سلطان صح الله سلام صح سلام يا أبو سلطان أي والله سقيها الحين التحدي بين معتصم وحسين أقول تربيع بنخر له ما أبو سالم كلمة أبو كلمة بس كلمة كلمة اليوم وصلتك أنا جمال الله يسلمك جمال شنو أصواتنا كلها شينا وغنينا في البيت فلا تكول الأمور سهلات حط لك أثر طيب قصدك زينة يا أخي خلاص عذرتك عذرتك خلاص مرة الأمور طيب ما في عذرتك نطلع المايك ناخر لها المايك عذرته خلاص عذرت طاحت حيدة كفلة يا أبو سالم كفالة وش قال أبو سالم ترى عشان ما واصل بالدور ما واصل ما متقدم على انا شيء ابل بيتين ابل بيتين يقول اذا فيهن اذا كنت ظالم وبيتين ايه وش تش عاش اللي هي هذه وصلها والله ما شاء الله عليك الحمد لله وش قال ابو سالم خلني اعدل المايك شيء ان شاء الله يسامحك الله يسامحك يا معتصم خربت كشخة الرجال لا اله الا الله بيتين هذه بس انها ما لها سنة بس من عندك مال الله يسعدك بيتين وبعدها قصيده ابشر اللي يقول انا اعطيتك وجه من حسن الادب والنيه شفتك انك ظالم من نفسك ولا لك ظالم لا تشكك في مساحه قدره العقليه اقدر ابكيك وضحك عليك العالم يا سلام صح تبدا اسلم وش قال في بيتين وراها اربع ابيات بيض الله وجهك أنا من اليوم ما تلفت أدور القمار سالم وين؟ هنا موجود بشربه بشربه ما أدري بيصير كذا موجود البيتين حرام عليك أنا يالس هنا ها؟ أنا يالس كلكم أقمار أقمار في سماء الإبداع اللي يقول دور كيف يسأل القمر هذه بيتين ولحقها بيتين ثانية تمسح الأولى سالم ثاني يقول أنا ودي أجدد وصوفك بينما ودي أجدد وصوفك بينما كل ما تطري طرى لي ما يلي القمر في الأرض ولا في السماء شوف وجهك بعدها جاوب عليه يا سلام عمرك هذاك ما شاف وجهه غيرت بيتين تعال أنا معاي إحساس وأنتي جرة وصوتش يرجع صحوتي للثملة يا ساعية في العشق عيد الكرة لا تقطعيني ما البعدش صملة الدرة اللي فوق جيدش درة انسي الله الله الدرة اللي فوق جيدش درة علي درة ردي هوا قلبي يا شيخة شملة انسي بيوتي فيش ذيك المرة ما انتي قمر عندي خلل بالجملة لأن القمر في الشارع يكمل مرة وانت على طول السنة يا زالة يا زالة خذ معطيك صدى انت اي والله ودي شوف يغني اعطينا صدى ترى يا رجال ما في صوت الله والله يا ابو سالم النبيات اشكرك يا ابو سالم الله يثقل ارصدتك في البنك برنامج ارصدتك في البنك اشوى ان شاء الله امين يثقل حدين ولا والله ما ينطل انت والله ما ينطل انت يا ابو ماجد ممكن يعتقني لله انا بدي وجهك ما نبي لك الدين الله يجزاك الله يسعدك انت شلون فهمتها صح انت صح الله يرفع قدرك نبغى ليبان يزيد رجع عند مايك عند ابو خليفه ابو خليفه اليوم ما بنحطك ابو خليفه مين احد
وش تبغى اسمع اللي ودك مره اللي يا في بالك هات ميها شف ايه ما بتروح منا الا بعشر اغاني 10 اغاني عشر اغاني يا محمد بن خليفه ما عليه ما عليه دور الموسيقى ابو خليفه كلمك الجوز الجوز حقت عيضه عيضه حظونها بس ها عطنا من اللي حظنا خلي خلي الحظ عطنا ميحل ميحل روح نزل على ميحل بعطيك القوس بس بيتين يمكن بس منها القوس قوس صعب صعب مالي على رمش انت سلح قوم موجود انا اسيرك واقف من قدامك واللي تبي تسويه فيه سوه عطوه سبيكر يا يعطوني يعطوني من يجر الصوت يعطوني حق ميحل وش جاي وحده ايوه خليه يعطينا اللي يبغى ها يا القوس يا المطلي توهق ابو خليفه توهق 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 ابو خليفه عاش ابو خليفه اللي تعرف عبالي اقصد حق عيضه انت اللي الجود بالماجود ابو خليفه عطنا اللي عيضه ابو خليفه اللي تبغى عطنا يقول حق عيضه بعد ايضا من هالي سالها بعينه ما يسل قد والقلب الشر لا وحيه قلت السلام والالف رد واجب تردون التحيه سلام عنكم ومنكم ما ليهبد حكم الهوى قاسي علي ثيب وفواد عاشق مواد لا تسوقني صوب المنيه يا سلام عطني ميح هذا بي والله ما احبه والله ان شاء الله عليك روحوا خليه يقعد ميح ميح تبدل اي والله بدل والله انا اخر اربع ايام يوسف اخر اربع ايام محتاجين ابو خليفه بالله 73 ولا 72 اليوم طالبين اكتشف سلام لا 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 خلاص خلاص سبوسه يوسف محمد يوسف محمد قصرت مفتوح ويا معه يوسف ترى حبيب ابو سالم كلام لازم ها ابشر ليله يسرق ابشر عطنا عطنا ميحد يا محمد تقي يا محمد عطنا بعدين محمد شين ايش فيك الرجال اللي يرتاح يفكر وبيبي يدور ميحد يا اخوان يا اخوان بيوصل بيوصل حمزه عندك كلمه عندك حاجة؟ حمزة يوسف أنا بقطع عن حمزة وش قال يوسف؟ لا أنا خلاص أنا اليوم مقدم خلو يوسف اليوم يرى أنا اليوم خلو محمد حمزة ولا أنت محمد؟ أرحب بسال احنا طالبينك نبي الرجال هذا الشيء حاضرين يستاهل خلاص صح يا سالم أبو سالم ريالة جديدة انخر المايك أبو سالم أنت ماخذ نظام عامر وماخذ نظام سعود الله يذكرهم بالخير بعدين اخبرك الله يسعدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك جاي عيد الذكريات مرحبا واليوم زاد الشوق فينا تاج عز ومجد فخر ومنيات نبتدينا ما انتهينا ما انتهينا نبتدينا ما انتهينا ما انتهينا زيد 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 زد رصيدك زيد 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك كل يوم نعيش واقعنا حياة والرصيد نزاد هذا كسب دينا اللي فايل نوجيه مسفرات يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا Sit down, sit down.
بو شيام بو شيام والله بتوصل عماله بترضي وايد انت. الله يطول عمرك يا ابو الله يعينك. يا عمي حصل بيبا مقفله. انت خلاص قلت عندي شغل انا شكرا. الشعراء يقولون ما لا والله ما ترقى علي عبد الله الخرى المغيرة وشيام. لا والله انك تعد لا ترى لا تروح عمان لانك على الفاضي اذا رحت. اقعد عندنا متسابق خمس ايام. خمس ايام بعزك. اذا بترخصوا ابو يعقوب يروح ليله مع الشباب كان اعتري رجال. خمس ايام ابو حمود ما نسمع من عندك حاجه. اي تراها تلف. اي بس ابشر. اول شيء الله يحييكم كلكم. الله يطول بعمركم. والله انكم اليوم زينتوا جونا بدل المقابل الطيب بدل الفطور الزين. الله يمدح يوسف عز الله انكم ارسلت لكم رجع كلامه طيب وحركته واجد يوم زينه. الله وقل له بركه طال عمرك يجبرك على موالفته اذا ما هو باسلوبه بقصيده وبطبيعته وببساطته. والله ما كنا غريبا علينا من اول يوم عرفنا كنا اخينا عايشه معنا لفتره. اقعد على رجال قعدنا اخذ علينا واخذ عليه. ورجال طال عمرك اللي في خاطره ما يبطي معه. انا احب الرجال اللي لا زعل ولا خذ له موقف يجيك بين عيونك ويعطيك اياه في لحظته ما يمسيبه. والرجال ذياء خاطره خاطر طير ادنى شيء يزعله وادنى شيء يرضي. الله يسعدك. فبيض الله وجهكم ووجهه وعسى الله يردها لشيبانه بالمراكز اللي ترضيه وترضيكم وعسى الله يوفقه ويوفقكم جميعا. الله يوفقك ابو حمود. ابو حمود جزاك الله خير على الكلام الطيب. لكن انت طبعا انا افداك والخاص قلب قلب طير ابدا ما لها سنه. لا ما صراحه ما تقبلها. بيت خلني لا ساعه اصبر اصبر. ابو مساوى والله الحق كلمتين ثلاثة الحين موال ما بيطوفك. والله ما بيطوفك. والله لو تعتذر وتقول لي فيني وما في شرط يوسف وجبه من كوزي. من هو؟ له يبشر والله يبشر والله ب 85 لا تكسر الكلمه. أه؟ يبشر الرجال محمد حبيبي قلت لك لا تخسر. يا يوسف والله الحق ولا هم يستاهلون. شيء بسيط ابو مساواه تعال تخلف. صيدك 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 سيدة عندك انت تركي وش قال؟ ان شاء الله عمان واعوض معذور معذور يا مساعد. تركي وش قال؟ انا ما قلت بعطيكم بيتين. نعم يقول وش قال تركي؟ هي مدري غزليه ولا شيء ما عليه مشى لجنه التحكيم مره صف من ابو سالم وانت يقول لحفتها بشتي وفرشتها نجد سميتها بنت السحاب وتسامت اخذتها عن طاري الهم والود وسميت بسم الله عليها ونامت. الله يطلع منك والله راح ورجع سوى شاعر. ترى عندي كثير من غزل. عندك يا عمر. يا مرحبا الله يحييك. الله يطول عمرك اللي بقى. والله الجيه هذه انها عندنا غاليه وكبيره. الله يسعدك. وابو جمعه يوم جاي صحينا اليوم بغى ضرب. بغى يكسرنا. بغى يكسرنا. قوموا قوموا ولازم توقفون. وحن والله معه من دون الصياح لهبه فينا نفس الله يصيح عليه. و من طيبكم هذا لو اقول من هنا لين بكره فابو جمعه فيمكن الواضح للناس كلهم يعرفوا بعلاقتنا مع يوسف كيف اننا قريبين. الله يسعدك. الله الله لازم قصيده شيء الا بخاطر باللغه العربيه. لا لا عندي اللغه هذه كلها دومني اطفر بك قلتها كثير يا ولد. ما عليه ما عليه ما في علي ما في ما عليه ما عليه انا يمكن ما سمعته ما انتبهت عليه الربع ذا ما سمعه. يقول لا تزعلني وتحكم علي اني زعول. الله وانت تدري مستحيل ازعل الا من بلاء والعذر في بعض الاحيان ما يلقى قبول في وسع صدر تحمل زعل لين امتلى. مشكله غلطتك ما تقدر توصف الحلول والمصيبه لك معزه تقدير وغلا وغلا. قلت سامحني وانا الصدق ما ادري ويش اقول خايف اسامحك مره تاخذها يا زلمه. الله 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 الصراحه اليوم زين والله. اليوم انا وترك ترى شغلنا ترى نلعب الثقيل اليوم ابو مقعد الثقيل ارحب بقع. اول شيء الله يحييكم. الله يطول عمرك. يعلم الله ان انت نومس بكم ونشرف بكم. والله ما ادري وش تبون. تبون غزل تبون الطارم الجديد هذا نبي يغني سام الطارم الجديد لا تكفى عاد لا لا الغنى لا لا نبغى الطارم كل يوم قصيد 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 ما خلاص انا الحين قصيد عندنا اليوم. لا بيعطيكم ابيات اللي عندك ابو الله يرفع قدرك. يقول اعطوني اسماعكم لله
يا سامعين ودي أفضفض لكم بحزاني الماضيات. يا الربع أنا لي حوالي عام وأنا حزين، صدري يعاني من حطام الزمن والرفات، مجروح قلبي وصدري فيه حزن دفين، أبهدم إجدار صمتي واستبيح السكات. الحزن هشم عيون الحزن هشم ضلوعي لين صار انطحين، ومشاعري تبتي الأفراح والمغريات، فيني حزن نينوى والشام والرافدين اللي غدم بالحروب شتتتها شتات، عيني تهل الدموع وتبتي الراحلين من عقب ماهي ناظر للأمل والحياة راحت خلتني أعيش الأسى، والأنين قفت وأنا حاضري من دون طعم وطرات، وحديقة الياسمين اللي بها ياسمين هدت ولا عاد به غير الحزن والفتات، والشجرة اللي تحتها يسمر العاشقين اصفرت أوراقها وغصونها يابسات. خلوني أبتي على فرقاه يا مسلمين لا تشغلوني، وخلوني مع الذكريات بالله، وشلون بنساها وكف الوني وانا تحوطني الذكرى من اربع جهات. سلام ويلي عنك وينا سلام الله لسانك يا ابو مقعد بيض الله فيك. غريب حاتي والله، لكن اول انا اول ما قمت سالت يوسف اشوف مخترش ومبسوط، قلت بيجون اهلك واخوانك، قال لي والله اني انبسطت يوم دريت انك تجي انت والشباب. الله يسلمك. لا اله الا الله، لكن انا والله لا بشاعر ولا مثل ابو مساوى عنده صوت، لكن مبسوط اللي بجنب انا عشان لا بلشت الالف عليك. لا لا محمد لازم لازم مشارك لا باي شيء باي شيء. نايف نايف انا سمعت لك بيتين شيء من لا 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 وش تك تك عادي اطلع الحين تليفوني. لا والله ما سمعنا البيتين اللي عادنا في التك تك في بيتين. اي شيء اللي تحفظ اللي الكلام اي شيء عادي تسلف من ناس. اسلم اسلم يا نايف والله اني ما ادري على طول والله اللي على لسانك اللي على لسانك الحين. قلب المعنى من خيالك ما خلا والنوم بعدك يا حبيبي يا ما حلا، فانا الذي به يامه وغرامه اهواك يا قمرا على راس المال، لما راني في هواه متيما عرف الحبيب مقامه فتدلل، فلك الدلال وانت بدر كامل وحبوب تدلل. يا الله اليوم انا صدمت اليوم اليوم الشباب كلهم احنا جايين نقفل ملفات. سلام يا ابو مساعد الله يحييكم ومرحبا والله ويسهل. بالنسبة ليوسف والله انا اخ وقلب طيب وعلوم غانمة جامع عن كل شيء، وانا احب فيه دمات الاخلاق والسماحة واللطف اللي فيه، كمية اللطف اللي عند هذا الشخص عجيبة، مع انه ينفجر احيانا كذا فجأة يصير من لطيف الى شرس، لكن بيض الله وجهه علومه كلها طيبة. الله يسعدك. القصيد وش تبون بس؟ واضحة يا تركي يوم جيت بعد القصيدة تقوم يا انت تغرد في تويتر، ترى شايف تغريداتك انس ان شاء الله بيطلع هالبرايم، انس اللي بيطلع هالبرايم، لكن سبحان الله يقول الشاعر بغوا مطيحي وطاحه عند جميع سبحان من يعطي الطيب على نيته. والله ما بغينا مطيحك ابو مساعد، احنا ريجل احنا ريجل فالحسابات وهذه انت وقع وابو جمعه معنا هذا الريال نايف نايف كان اي واحد توقع نايف يطلع توقعت نايف يطلع والله توقعتك انا ثلاث مرات ونايف ثلاث مرات لكن ما شرع لك جبل صادف الريجين وعديت. الله يحييكم ومرحبا والله بزملانا والله انكم غالين ونورتوا وشرفتوا وسعدتونا وحنا نتغشمر عليكم على دول الشباب. اسلم يا ابو القصيد وش تبون من القصيد اللي بخاطرك والجود والماجود انك بعد جديد ما جديد طمعان ما شاء الله ما يعجز والله ما يعجز ريجي هذا اللي بيقفل الملفات صدق. الجديد امس سمعته الشباب نبي انا ما سمعت انا ما سمعت عده محمد يبي يا نور العيون استامني في ذرى رجال يحفظك مثل حفظ الوفا والفخر لاسمه، أنا فعل لكن فعل ما تعتليه أفعال، وأنا رقم لكن رقم ما يقبل القسمة، أفاخر بحبك وأتحدى بهالأبطال، وأشوف أن كلمة العذب والزاد والنسمة، وأشوف النزول لرغبتك يرفع المنزال، وأشوف انتصاراتك على الغيد من حسمة، هي الزين كله بالحلايا وبالأقوال، من
العقل إلى السلسل المعتق، إلى جسمه إلى المبسم السحري، إلى الأدعج القتال، إلى عنقها اللي واس من خافقي واسمه تقول إنها مفصل على مشتها تفصال تفاصيله المتناهية كانها رسمها على ضامره، عقلي مهايف وفيه إهبال ويجوعني جوعاه لهضابه الدسمه حبيبي اللي صارت هموم الخفوق جبال تعودني ثيله يوم اطالعكم مبتسم. يا سلام الله وجهك يا ابو سعيد، صح الله وجهك. لا هذه فيها في هذه فيها شيء عزوز يا عيال، عزوز يا عيال، عزوز يا عمر. لا ما يصير، قالوا عذرهم عذرهم عندهم شغل يا ابو حمود. خلاص روح روح عز عزوز يا عمر، عجل يمسك خذ راحتك يا عمر. أول شيء مرحبا بكم والله العظيم. أنا بيني وبين يوسف مناقرات، وأحب نرفزي، يحب ينرفزني وأحب أمسك عليها اللزمات اللي يقولها دايم. والله العظيم إني الصدق إني متعلقم في يوسف من المحبة ومن التربية اللي هو عاش فيها، والسبب أنتم. إي والله العظيم شيء بسيط، وخلانا نحب هالعمال اللي نحبهم من قبل كان زاد حب. الله يطالك. صبر 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 بخبرك. أما الأبيات يقول ماني بذاك الصبور اللي قوي من تالي، ماني بذاك الصبور اللي قوي من تالي، من بعد ما خيب الهقوات من يلزمني، من كثر ماني بعزه واحسبه من حالك، انت شوف اخطاء واقول الخطايا مني، انت غالي يا رفيقي والرفيق الغالي، ودي انه ما يجي في موقف يصدمني. يا سلام يا سلام، صح الله لسانك ابو عبد الله حبل الله عاش الله يحييك بقى الله يسعدك يا مرحبا لك. والله ما معك اشتراك غير ارتاح، الربع ذا مو مشترك ارتاح لا ترى اشتراك ما معك 1200 انا عادي 1200 ذا معجي الربع ذا ما في الله يحييك ومرحبا لك يوسف والله العظيم اني احبه وانه عزيز علي واني امون عليه ويمون علي من قبل اصل البرنامج، واول ما جاء من مطار عمان اول من قابله انا طفر بيضة هدي ناكر يا سامحتك خبرنا وش كنت سوى السيارة. والله أني أعزي والله ودائما يقلدني ومن حبي له أتقبل منها أي شيء، دائما يقول ما يدي أخو علي لا على طول سويت لي بيتين أسلم وش قال سوى له بيتين بيض الله ويا قرب عليهم فيهم شيء الدور أول عدوى الشعر الجميع بيتي. يقول أخو علي والطيب ساسي ومبدأ ونعم وواجه صدوف الزمان بابتسام يا زلا خلاص وقفت هذا شرف غزل والله غزل ما عندي إلا واحدة حلب خالد 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 خالد, خالد. هذا بيت مهجور أبطة ما عندي إلا واحدة قد أبطت ورا قط أسلم وش قال يقول يا غالية يا نور عيني يا حياتي يا سلام يا سلام طب ايش بقى والله صح حياتي روحي صدق صدق قد قلت انا يا غالي يا نور عيني يا روحي حياتي وين غيرها انا اروح ذكرت الحين في رمضان انت تقصد حياتك اللي بيب على كمل الله يكمل يا روحي اي والله نسيت لا والله نسيت يا سلام يا غالي يا نور عيني يا روحي يا حياتي لا لا روح ايوه ابشروا ابشروا هذا الشعار لازم يفكر يقول يا غالي يا نور عيني يا روحي من خلقة الدنيا ليوم القيامة الله اقصى مشاريعي وقمة طموحي يا سلام ارسم على الوجه الجميل ابتسام يا سلام عبد الله ابو علي اجتهد يطول عمركم منين المواهب هذه؟ لا وجه وش المواهب هذه؟ انت رحت تلقينا كل شيء يا ولد ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله شوف جيت ابو مقعد تروح بجيب قصيدة عاش يلا ترى ما جت بعد والله ما شاء الله عليك اذا فيها مجال بمساوى قبل ما تعد سامي ابو مايد ترى لا 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 ما تهز يدي والله لا تعد ما مني شيء الليله ارحب النوفي فريق دعمي انا
لا فريق دائما معانا الى ما لا نهايه ما, ما في فائده ما تضبط الامور يعني لا هم كذا من زمان يعني خلقت الله يسلم يا ابو مشاور صور لي كذا والله انا ما ودي نكسر خاطرهم لكن رباه ايه عاد انا الحين انطرب وقريب وجنبه المشاعر جايه عشان ربه إني ببابك رباه إني ببابك قد بسط رباه إني ببابك قد بسطت يدي من لي سواك يا رباه من لي سواك يا رب يا سندي ابو مايد صحلوك يا ابو محمود ابو مايد ما ناس لا والله بعد الاساتذه في الشعر ما شاء الله ابو سالم وانس والمطلق وسالم وخالد الشمراني استقليت من القصيد لكن بعطيكم تقريبا على قولتهم فلاشات اسلم بكفيك فلاشات بقول وش معنى فلاشات اول شيء فلاشات بيتين بيتين فلاشات اللي يجعل الكمبيوتر وش فلاشات اللي يجيك في الدباب هذا تغريدات على قولتهم أزلم يا أبو مايد أعطيكم ثنتي أقول أنت صبحي وأنت للدنيا شروق وأنت أجمل من سكن دنيا الغرام وأنت عمري وأنت نبضي والخفوق وأنت مطلوبي وقصدي والمرأة لا زال لا زال أما أقول ما في حياتي والله حلبنا القصيد كله لا حياتي لا عندي أقول في خاطري في خاطري ضيقه وفي صدري آهات وفي هامش الأحلام علقت أمري ما هو صحيح القول ما فات قد ما تشفني على ما فات ضيعت ضيعت يا زلا يا زلا سلام زالك يا أبو باي تبدأنكم أبو سلطان أبو أبو سلطان بس المطلي هذه نبي أنا الكوسة صورناها ابحث عن كلماته حاول تسترجعها سيدي يا أخي أبو خليفة نعم أبو خليفة ما أعطانا ميحة الحظ الحين سبعة باقي لا قلت كم الكوس يا المظلي والله العظيم من بعد أشتغلك لين تروح أبو خليفة أسلم أسلم يلا بطلع بس الكلمات لأني ما حافظ الكوس يا المظلي قم شلي والشباب كلهم متواجدين تالي المحبوب انت لي المحبوب من صاد يار الخلي حمود نش من النور والله حي النهار المبارك البث عطنا يا ابو غريب حصلتها لا والله خمسة مرين وحد الصوت يا جماعه انا راقد يا ابو يمعة والله انا راقد انس بن مزيعد يا مرحبا تسليم عبد العزيز البقم يا مرحبا خالد الشمراني شاعر شاعر والله ونعم ابو مايد يا مرحبا يا مرحبا مرسل ابو سالم يا مرحبا ابو يعقوب بسكم منه محمود بيك ابو مساوي قال الشاعر يا مرحبا يا هلا بكم يا رب الله يسعد يا مرحبا يا رب انا بخاطري كم كلمه حقكم جميع الله يسعدكم اول بدايه يقول بيض الله وجيهكم والله يسعدكم والله يجمعكم على الخير والمحبه والاحترام في البرنامج ان شاء الله وبعد البرنامج اللهم يعلم الله يمكن هذا الشيء ما واضح لكم وانتم في القرية اليوم احنا وصلنا 73 يوم فالشغل اللي صاير خلفكم انا اقدم الشكر لفرقة الدعم اللي وقفت معاكم من اول البرنامج لحد اليوم والله يا اخوان انهم مشتغلين وراكم شغل جبار
والكل يشهد عليه هذا الشيء ولا يختلف عليه اثنين. والله وجهك وجهه. فتأكدوا انكم ان شاء الله باذن الله باكر ترجعوا بالنواميس جميع بعد البرنامج باذن الله. بتشوفوا حاجه انتم ما تصورتوها من الشغل اللي صاير خلفكم. ف الجماعة بيض الله ويهم ما قصروا معاكم من بداية البرنامج، وكذلك أنتوا في البرنامج يعلم الله، وهذا الشيء واضح للجميع مجتهدين، ووصلت الحمد لله لنهاية البرنامج. مبارك لكم والربع اللي عدنا اللي ما حالفهم الحظ، فأنتوا نجوم وأثبتوا نفسكم في البرنامج الفترة اللي كنتوا فيها في البرنامج، وفترة خروجكم من البرنامج كذلك يعلم الله أنهم مشتغلين على 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 نفسهم ومجتهدين على على نفسهم ومشتغلين شغل جبار. فبيض الله ويهكم ويك ابيض يا ابو. فالشغل اللي عليكم بيكون ان شاء الله اللي بتروح، الشغل اللي عليكم ان شاء الله بيكون بعد البرنامج. والله نحن اليوم دامك شكرت فريق الدعم نشكر فريق دعم خالد شمرانة. الله يطول ابد الشعار حنا ما بدنا والله يا ابو جمال شفت عن بعض بالله يشكر الناس يشكر الله برانا الله يطول عمرك وشفت فريق الدعم ايش في العرب عمان فرق الدعم راسلك راح ارسل عن متسابق كلنا اللي اشتغل داعمنا كلنا ما اشتغلوا ما ذكروهم ما احب ناسل حقهم في شكرهم في وقت الوقت اللي بنوقف فيه عمر صالح هم من الله ثم هم ما وقفنا اليوم ولا ظهرنا جانب الطيب هم يبون صحيح ان ابن ادم انه يخطي ويصيب وان ودهم ما يظهر منه الا الجانب الطيب لكن اولا واخيرا احنا بشر وعز الله العزيز ان وقفتهم معنا هذا الدين وفي وقفتهم ما دمنا حياه سواء في البرنامج او خارج البرنامج او ما دمنا على الدنيا حياه لانهم حطوا بصمتهم في حياتهم ترى ما هم مجبورين انهم يقفون معنا ما هم مجبورين انهم يساعدونا ما هم مجبورين انهم يساندونا هذا كله تطوع منهم بيض الله وجيههم وجم الله حالهم وحالكم وعسى الله يعيننا على رد الجميل بجمل اللهم امين ابو خليفه عطنا اي والله عطنا دخيل تنتين ورا بعض عشان خاطر سالم سالم وانا برضو ماني خاطر لا شعر لك ما عليك طلبت مني 10 الله يطول الحين 3 جايك الدور تسلم يا ابو خليفه الكوز يا علم طلي قمش اللي وانت لي المندوب صاد يا عار الخلي نزل وقطع قصير دروب ليته في المحلي المتعلي بين مغيب وجنوب تشوفه كامل اللي في الحلي وغاية المطلوب في طلعته لهالي يخجلي يا زل هو المحبوب هو قمري ويا حلالي مجالي ضرب عمد وطنوب اخي مين حد يسريك والله لا ما وراي خط الليله لا ان شاء الله خليفه اعرف اللي فيها سلام العشق وعماق حق الوسني تعرفها عرب والله انا في طلب عندي اعطني بريك شوي ابو سلطان فضفض فضفض وسولف لي من حدود العمر الله الله فيها فضفضة ايه والله انا هذا الانسان يوميا قبل البرنامج يوميا من الساعة 12 في الليل يلين الساعة 3 الفجر موقفين قدام الكافي وياسين كل واحد يسمع الثاني قصيدة هذا الرجال والله يقال كلام عنك ترى شاهد لله في الأرض والله يسعدك اسمع بقول لك شيء هذا قطقطة على خويك يعني وش قال؟ قال هذا إذا جاء ياك الزعفران والله العظيم إن طيب يا أبو ماجد يا سلطان تتوقعها مني ترى خالد الشمراني إذا ما دب بيموت ما مسوق ربعي والله يجيهم يطول عمرهم يحييهم ترى خالد الشمراني إذا ما دب بيموت الربع عادي أنا خليه فضل بغيت تجلس أسلم يا أبو سلطان فضفض وسولف لي من حدود الاعماق يا سلام ان كان ودك مثل ودي تواصل وكان الغرور يعلمك كيف تشتاق بطلعك عن جو الاحباب فاصل اللي يذوق
ما يمشي مع كل الاذواق ولا عيش من بين النقط والفواصل، واذا وصلت وياك لحدود الفراق الوضع عادي وبين الاحباب حاصل. الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ابى حد يسريني ابو ظبي يا رجال، معتصم اللي بيسريك ابو ظبي معتصم. ها لا 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 معتصم لا تقصر بالريال. يوسف 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 مقدم انت يا كيف مقدم؟ اه عبد العزيز جلس خارج السوق. جلس جلس ابو خليل خلص خلص الباص تفضل تفضل. وش تحط لي يا صدق؟ والله اسمع كثير بس اني ما تلبي لابو ماجد اي طلب. فكر ابو ماجد عليك انا وياها من دونك يا من دونك من دوني انا كنا واحد هنا من دونك والله فيني زكم اليوم عاد جايك من هنا يا الربع انا منيك يا الربع. ابو فارس من ساعه يطلبني قصيده وانا ما ابغى اخليها بخاطر. لا سوي لي فيها ما حط طلبها من كنت بدي والله انا طلبها حتى انا ديورت علي ابو مايد والله ما علي يوم السبت يا الله عشان مضيوف لو ما في يوم السبت سعود العتيبي عندك اياه تقدر طلب مني قصيده فانا طيب طلبها ولا ما طلبها بعدها خليك سريع يقول ليتك ليتك تحس بحرقتي وليتك تحس بحاجتي وليتك تحس بدمعتي من بعد ما عني قفيت الدمع من عيني همر والأيام من دونك عسر اليوم كأنها عنشار من بعد ما عني قفيت هانت العشرة هذيك وفجأة تبخر كل حكيك دمرتني حسبي عليك من بعد ما عني قفيت لك يوم بتذوق العنا بالضبط لي ذقته أنا الحين ولا في الفنا من بعد ما عني قفيت الإنسان له قلب ويحس والحب ورده تنغرس دنيا تعلمنا درس من بعد ما عني قفيت وأنا تعلمت العذاب شيبت وأنا في الشباب والحين ما عندي قراب من بعد ما عني قفيت ليت صلوا عني إلى آخر القصيدة بس إني ما الله إني ما بغيت أخليها في خاطر أبو فارس وسلامتكم. يا سلام يا سلام ابو سالم ابو سالم ابو سالم اي والله لا والله ابو سالم نطمع في قصيده ابشر شنو تبي؟ رجل عاطف جزءك العلوي لا يا الله ما يصلح شيء ثاني ابشر ابشر ذكر طاح لا يسلمني ابشر والله هو سالم هو رجل سالم حياتي ابن العجب ها؟ اسمعكم قصيده اذا ودكم ولا اذا ما ودكم عادي لا والله انه ودي نبي تغني يا ابو حاضر الله يدرك يا ابو يقول عشان الدوم هالضحكة غريب خالد هني على وجهك الأخاذ عشان الدوم هالضحكة على وجهك الأخاذ وعشان مثل هالضحكة تفارق معادينك يا ابو وجه كأنه من ظروف الزمان انقاذ لو ان البلاوي كلها من ورا عينك معاك الملامح حدها يقطع الفولاذ وانا ماني فولاذ يرحم ابوينك انا في وصالك صاير الشاعر الشحال ابي من كرم وجهك ما هو مدة يدينك وفي مدرسة يا وين أشوفك غديت أستاذ أدرس عباد الله عن ويني وينك تكرم ولا تلقي علي الكلام الشاذ من الواقع اللي تبطنه في مضامينك تخيرت مني كلي إني معك شو هذا شو هذا أبي شيء منك معي الله لي هين خليفة أبو خليفة عف والله يا صديق الليل ما شاء الله تبارك الله إنك كما ذا النسمة اللي حبت عين الحين ويدخل القلب يا اخي انت خفيف ظل صوتك زين عطنا باللي تحفظ وبدون طلب في اغنيه حق عبد العزيز دون الاغاني يعني علميني ليه انا اسال عليك يا زين دور عليها الايام كثير ها عطنا اياها
أسلم يا أبو خليفة. علميني ليه أنا أسأل عليك وأنا عارف رجعتي صعبة معك بعد فرقنا بقى قلبي يبيك عين أبضى يستكن لحظة بلاك ولو سألت الورد هو ما بين يديك أقطعك بيقول لك عمري فداك لو سألت الورد هو ما بين يديك أقطعك بيقول لك عمري فداك لو رجع عمري برجع وابتديك انت اجمل شي عشتا يا ملاك ولو رجع عمري برجع وابتديك انت اجمل شي عشتا يا ملاك هداك الله شرد تبي الصراحة والله ما شاء الله انا اتمنى الدليل اتوقع بيجي من بدايه البرنامج الله والله اني صادق ما شاء الله البرنامج جاي تكفي قدم لي يا ابو خليفه ان شاء الله لزوم فريق دعم محمد خليفه الحين والله فريق دعم خلاص لا رجع عندي فريق دعم انا ابغى فرقنا الدعم ابو خليفه جزاكم خير ابغى يعلن اول مبانة تمزون طلعها من جوجل لا تعطيه لا تعطيه الرجال ذي طلباته صعبه وكلمة قلب وجهي بقرب بقرب وجهي جو انا عارف جو هو يا رجال حق ايام زمان لا هل بتحصل وبنيول عليها يا الله مصفق تنزونه لا انا مصفق ولا حتى متكر فيك بس فكر في الربع بس مسكرين ولا يقدم كان لا لا بعد بعد لا لا هذا مش انا اكيد لا بالحل فديتك بيك محمد الله يسلمك ما في غير هذه مرة دبر غيرها أروح أروح متى متى أول يوم سمعت صوتك فيه يا أبو عيضة 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 نعم أي والله عيضة هبلنا عيضة يلا أنا بطلب يلا أطلب أبي الشيء اللي دائم تردده وين جاي والله هو ما في شيء معين آخر شيء يعني أنا تمشي أنا مقيم في قطر في الدوحة ما شاء الله أسمع محمد عبدو حلو أسمع لفنانين قطريين طلعت من هناك دخلت السعودية عبد المجيد وأوصل الإمارات عيضة وميحد وأوصل عيضة من كل لا 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 آخر آخر شيء أكيد مشك على غنية ولا شيء ترددها دايم نجم قلت لك هذه واحدة أيوة تصور الثانية الله يسلمك تصور ما عليك خليه خلاص ما تحضرني الحين والله شفت ماجد ابو خليفه طالب عليك متصور الشيارة سوا بس ودنا بالطيب بس الدرجه حال الطيب ما تخص مع الناس لا ما سمعت بس اسمع على ماجد نبي نفس اللون الاول خليفه اللون الاول اول اللون هو يوتيوب يا جماعه مو يوتيوب انا اللي قاعد تضرب يا ابو عبد الله ادمي يحفظ أغاني معينة سنوات الطيب هذا الشعر وانا يقول فيك قصيدة يبون لون ميحد ميحد هم يبون لون ميحد مني أغرق عبد الحليم حق عيضة هي قديمة مشكلتك انك قلب حساس الله مشكلتك انك قلب حساس تشرح وتتغلى وتزعل ومشكلتي مو لعبك بلا قياس وان ما سألت اشتاق واسأل قلبي عقلبك قلبي عقلبك يا مطر حساس محل ورد الحب يذبال مهما نظرت جناس وجناس بعيني انت بس الأجمل
سلامتك. يا سلام. يا سلام. صح الله بدنك. هذه من شلات عيضه القديمه. عيضه اول ما بدا شيلات تقريبا قاعد سنتين بعدين تحول للضرب. والله متصوع بالله يا والله متصوع ما حظ. ابحث ابحث يا عزيز. صعبه يا عيال. صنع معي ولا لا؟ ثالث طلب اطلب مو تقول ما يحافظ ثاني وحافظه. طيب شغلت من وحافظ مي احد مي احد. هذه الوحيده اللي طلبتها متصوع مي احد. وش الثاني اللي طلب؟ سلام العشق. سلام العشق. لا حد عشقي. اي بيجيها بيجيها بيجيها. لازم اطلع كلماتها ولا كذا ما اذكر شيء. حافظ. لا واحد عشان مي احد مي احد مي احد. لا ما هو موجود. بس يا زين تسوالف يا خالد. ها ما هو موجود يا خالد. ها ما هو يوتيوب. اركض عليه. انا اعلمه اغاني مي احد. لا تعلمه هو بيسيرش لحاله. سيرش لحاله. بس متك يا زين. يا صامل. خلاص والله ما ادفك خالد. خلاص انت. كيف الاجواء عندكم في عمان؟ نقول اصبر. كيف الاجواء؟ بيغني الرجال. اللي بيغني ينشد. بيغني؟ قاعد يدور. يقول بس انت تو قال خيت. على خيت على خنات. يلا شفت السكات وشفت كوكات وقلت ابو سعود ربع حليب ابو سعود. تضرب الاغنيه كان بس. والله ما شيء قاعد يستنى يتحمل. صوت هذا اتذكر اغنيه كم صار 99؟ اي 99. هسه التغيير تموت. كيف الاجواء عندكم؟ اصبر يطلع مالي. وش نسوي يعني؟ الاجواء والله مثل ما قلت لك انا مقيم في الدوحه يعني حتى طالع اليوم من الدوحه لان انا مرحبا. نعم والشباب هم جايين من عمان صار لي شهر انا ما رحت. لبيك يبوني انا؟ إيه؟ والله صرفني احسها من عيونك. والله يا باخي انت مسهوى. والله انك خراط. والله اني ادري انك خراط. يبي يصرفني ماشي تصريفه ناشب ناشب. اشتري عيونك ما بروح. يا دوي بخيت. يا بخيت والله. يبي يصرفني ما بروح. قاعد عرفني خلاص. ايه ما افهمكم. اسمع 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 حق راشد الماجد. ايه 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 ونعم والله. لا ربما عليك زود يا ابو سالم. المقطع اللي في أغنية لا ربما. يا سلام. الله الله رب البشر. يقول إلى متى ونحتري قلبك يلين والناس تتقدم وأنا أرجع ورا تنازلي عن كبرياك للحزين اللي على أهدابك من اللهفة سارة. أواه لو تدرين عن بعض الحنين والشوق لا منه تجبر وافترى. أواه لو تدرين عن بعض الحنين والشوق لا منه تجبر وافترى. ما شاء الله. والله هذه ثلاث كذا كني على الكورنيش جالس. والله ما تشوفه ويجي يحوت من الكورنيش وياكل ويعود خلاص. والله خالد الشمراني بياخذ الجماهيريه. لا اتبقى خلاص. فريق دعم خالد الشمراني يتغير اسمه. انا ما احفظ. تم التغيير. ما شاء الله الدنيا حظوظ. مبروك عليه. الله يبارك فيك. سابق رقم 29. ما شاء الله فريق دعم. خمس ايام يكفي اواصل فيها. خالد عندك فريق دعمي خلاص. والله يومين الله يعزك. يومين تكفيك يا ابو خليفه. ما انت تخمس. احنا نحن 72 انت تكفيك يومين. يومين يومين يكفونك. انت جمهور اليوم كلها الحين كله. الله يستاهل. الله يعزكم. امس فايز باتصال تصريق انا به 72 يوم اتصال واحد ابشرك الحمد لله. بس واحد واحد يوسف 72 يوم 72 اتصال. ويشتكي من كم يوم اتصال واتصال. لا الرجل الرجل ما شاء الله تبارك الله هذا مو بتصال. لا هو يوسف يوسف اللي هو يوسف ما اشتكي والله. يرد اتصالات هنيه والهاشتاقات ولا اسماء ما جت الا يوسف اول واحد. وشلون عرفنا؟ شكرا يا موري. شو عرفناها؟ علي علي سكتنا كلنا الرجال اللي عندك ما خليته يتكلم. اي والله
شوف ايش عنده، عنده قصيد، عنده صوت. الله يبارك يا وجه كان عطى المايك، عطى المايك، عطى المايك، انخر له المايك، انخر له المايك. مساعد ما دخل البرنامج. بالاول مساكم الله بالخير جميعا، حياكم الله ويوفقكم. انا جاي ماني بشارع، اعذروني ترى يعني منشد، ماني بشارع يعني منشد، جاي متاخر. لا اني منشد، لا اني بشارع، راني مغني يعني. قواكم الله ما قصرت ان شاء الله. نشوفكم في العلالي باذن الله، كل واحد مثل بلده ونفسه. هذا حق السناب، صانع محتوى، صانع محتوى. صالح ما شيء، رفيق قال شيء، انا ما قال شيء عندي. لازم اعتصم الثالثه ما يرجع المايك. قول شيء، قول شيء. والله انا شو اعتصم انت جلستكم طيبه هذه. قرب المايك بعد لازم. شرفنا بهالجلسه الطيبه. انا شرف يا معتصم، مرحبا بك. ونعيش هذه الاجواء. الله يسيب النور والسرور. اوه شغلنا السبيكر. ادعوس في موهبه مدفونه ودهم يخبركم. اطيح فيه ترى ترى يا معتصم، ما قالوا قرب قرب قرب، قول انا احبكم. شرف يا مرحبا ومسهلا بالوجوه الطيبه. اول شيء شرفنا بمعرفتكم، كنا نشوفكم شيء قبل ورا التلفزيون، واليوم الحمد لله هاي فرصه نشوف الوجوه على الطبيعه، وتشرفني بكم جميعا وطول عمر. معلش مهندس الصوتيات لعبنا بالمايكات، بس استحمل شوي. شرف حقك. لا 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 والله معلق انك خلاص بغني وياه. ما تحاطني اللحن انت لاني انا ما سمعته. ما والله انا صوتي نشاز، لكن اللحن بيك خطا. ما عليه مزكم، لكن لا والله اغني وانا مزكم. مش عليك مواهبك تشاوي. هذه اغنيه ميحد وبروغه كلهم غنوها، من كلمات اظني فتاه العرب. تغنيها انت؟ اي صدق والله. اي والله. يلا ايوه انا مغني. الله يحفظكم استاذ. خلي يغني، خلي يدندن. ما عليه قبل لا دان، خلي عطى خمس دقائق. انا قاعدين مع ميانا. يقول يا راحل وين الشيار سوى ظليل، وين ارتعت الارام فيهن يا زياد، شفني انا عقبك بقى حالي نحيل، كم نحتفي عالي غصون يا نعات. شف شو يقول له، وبهديها خلي صاحب الوجه اليميل، بومنحر ياضي ولو تحت غشوات. طلعها وغنها و طلعها وغنها قبل قبل. خلاص يا اخوان بنروح لنا المركز الجلسة الخارجية، في هدايا مقدمة من فريق الدعم لكم، فنباكم تستلموها معانا هناك. تفضلوا عد في هدايا حق من فريق الدعم. وجودكم الله يكرم. والله دعمها كان مسك بصوت. والله محلي، والله والله محلي يا اخوان. نشارة خشب، حرام عليك والله. نشارة خشب هذا قاتل الله. واحد يدفن عندنا في القرية وفتن واحد. يا اخي ما يقدرونها، وما لكن طلعناها الحمد لله، انقذناها في اليوم 73. يا مرحبا يا اخوي. ها حسب ما جا لك كذا، صدق صدق ان شاء الله. اذا والله الود انك ما جا لك تنجي هناك، خل عندك ثقه في الصوت، حتى صوتك خايس. ان شاء الله معك موهبه يا اخي، حرام يا اخي. محمد محمد اخو يوسف بعد نفس الكلام يقول شارك انت محمد ما يصح الطريق. ان شاء الله يعني حرام يا اخي، الموهبه هذه تقعد عندك في عمان. والله خليج عربي ووطن عربي. يعني معك سنة رتب أعمالك ورتب وظيفتك كل عندك وقوة، تعال إن شاء الله. أخي صوت يا شباب بسعيد، لا أنتم استريحوا عشان نقدم لكم الهدايا.
يا بطلق ابو سعيد الربع استريحوا. تعال محمد عندي. تعال محمد عندي هنا شوي. هنا قدام. بطلق انت بتسلم هذه. استريح يا الربع. استريح يا الربع استريح. الله تبارك الله. يا مرحبا يا مرحبا. الله يهديه طيب. الله يطالع معك. استريح. والله انبسط. ها؟ يوسف تعال. الله عليك يوسف. ها الزجاج يعني يطيح. تعدوا يا ربع تصدروا انتوا تصدروا انتوا. انا ابغاكم تصدرون. انتوا يربو انتوا ضيف انا تصدرون انتوا. لا ضيف ابو حمود رعات مكان. رعات مكان الله يسلمك. تصدروا انتوا. ويلا حي. تصدروا. تصدروا انتوا تصدروا. تراني مريض. تصدر. تصدر الله يسلمك. الله يسلمك. طول عمرك. تصدر. يلا حي. ساك طيب. يا حياك الله. يا مرحبا. ها الله يسعدك يا رب. سريع ومرحبا. ابو ناصر مصفر مصفر استريح 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 صل على النبي يا الربع الله يطول بعمرك يا ابو جسيم طبعا يا اخواني فريق الدعم الله يجزاهم خير ما قصروا يا ابو هدايا لكم ويا ابو هديه تذكاريه للاستاذ سعود العتيبي ابو عبد الله خنجر تذكاري ويساك الخير وصالك بتستلم الهدية عنا الله يطول عماركم الله يكثر خيركم الله يطول عماركم هذا حاجة جدا بسيطة يعلم الله وللمتسابقين اخواني يابو 28 عصا عتم فضة نبدأ من عند خالد الشمراني شاعر شاعر خالد الشمراني ونعم وسبع شاعر الله يبيض وجيهكم خلاص يكثر خيركم تستاهل يا جمل حالك العبا ان شاء الله يولد يابها باذن الله نايف الخضيري طبعا حق حتى هالشباب شباب صفقه صفقه حق الشباب صفقه حق الشباب موجود عصير تستاهل يا اسلم الله عليك يلا واجه ابو علي لا هذه 28 عصا محمد السريعي الحين ما تقدر تضرب حد كل واحد بعصا صالح الله يطول عمركم شكرا رتب امورك سالم الشمر يا ابو مقعد يا الله يبيض وجيهكم يجمل حالكم يعلم الله انه وسام وشهاده نعتز بها اي والله الله يطول عمركم ما شاء الله تبارك الله فيصل الشهري اقول ودي اني معكم الله من اول اليوم الله يطول عمركم الا بخيت يوم ويغني لازم اليوم نلعب يوله حاضرين حاضرين الله يبيض وجهك ابو مايد قرب بخيت اليار الله يبيض عيوبكم الله يطول بعمرك ومعرفتك يا يوسف اكبر هديه الله يطول عمرك ابو مطلق هلا الله لا يهينكم الحين بشغل الله لا يهينكم يسلمكم تبركتونا اليوم يا الله يطول عمرك ابو مساعد اذا ما تقدر تقوم هنيك لا نقدر ليه ما نقدر الله يطول بعمرك انا الله يبيض وجيهكم هذا حاجة بسيطة يا الله سبحانه شكرا ليوسف ولجروب دعمه وشوفتكم وجيتكم الله اكبر هدية الله يسعدكم شكرا ابو حمود اول قصيدة باذن الله ابو حمود طال عمرك اخر ابراهيم قاعد وياي قال لي وش تتحداني؟ اذا انت رجعت القرية قلت له وش تبى؟ قال لي ابغي عصا من عمان والله فضة ويعلم الله اني ما ادري انهم جايبين بيض الله هذا الهدف بيض الله وتستاهل يا ابو حمود وصلت الله لكن ترى حق ما حق ضرب هذا هذه رسميات ضرب هذه اذا ضربت فيها حد الله يعوض عليه بالخير نبغى شيء لين ضربتك ولا والقبر الله انا المهم رتبت امور الشباب كل واحد يبت له عصا الحين ما ترم تقربهم بيض الله تركي الله يبيض وجيهكم ويكثر خيركم الله يطول بعمركم الله لا يهينكم الله يطول بعمركم جمل حالكم ابو مساوى نعم تفضل بيض الله وجيهك وجمل الله حالكم الله يستاهل يا الله يصالحك ابو سعيد ابو سعيد تعال اختار اللي تبغاه الله يرفع قدرك احنا شاري رؤوسكم قبل الهدايا ذي كلها والله يطول عمرك تفضل يا ابو سعيد ابو سعيد زعل علينا انا اعرف ابو سعيد يحب اللون الفاتح وصلت هذه ياتك 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 بيض الله وجهك تستاهل يطول بعمرك يا ابو سعيد تستاهل وعمر تعال هذا عمر شكله اختار هذه من قبل يا الاشهد قلت سمعت ما قفي الله يهينكم وبيض وجيهكم الله يطول شكرا بناصر. لكم ابو ناصر تعال ابو ناصر انا حاطلع عصا هنا بيض الله ابو سالم لا انت
بكسرها الليله. يا مال تعب سالم تعب ها يا هذا تعب سالم مزيك الله يعطيكم العافيه الله يطول بعماركم تفضل يا ابو سالم عماركم طوال ما شاء الله تستاهل شيء تحفه فنيه صراحه الله يطول عمرك احنا نطالب بالاداره او الكنترول انهم يشغلون لنا الشله ونطلع العصو ونرزف كلنا ولا وش رايكم ها عين ابوهم يشغلون لنا ابو مساوى ابو مساوى الاغنيه خلنا نطلع لنا وحده الله يطول عمركم يا رب هذه عصا ابو محمد عبد الله بن دعلوج الله يذكره بالخير طبعا اخوان هذا لازم نعلمها هذه نبى شخص يحفظ الامانه عندي ها ولا عند ابو حمود وصلت ارقد منها بقى. الله يطول بعمرك وطبعا بيض الله وجهك موجود عصيهم كلها موجودات وان شاء الله جميع المتسابقين ربعنا اللي موجودين النهائي الله يطول بعمرك ابو مرعي موجوده ولا موجود في واحده شقره انا بنيه مشعل انا لا هذا اللي معه هذا حلو حق فن طيب دي فن انا حقت شوف شوف حقت عجوز شوف دقيقه جات دقيقه يا رحمه دقيقه بس يركب عادي يا عادي ايش عندي يا رحمه دقيقه والله لعبتهم طلع سهله ما غيرك تقول برقبتك كذا لا او ترفع هذا من كذا شوف شوف ايوه العب الى عمان حفظ الله شوف شوف مره ثانيه شوف ها بس يلا واحد اثنين ثلاثه العمارة حفظ الله لا لا ما أدري عندنا ما أدري باقي دقيقة عندنا ما أدري هذا أذان أول يجري واحد اثنين ثلاثة لا كذا كذا سابري كذا كذا أجين أجين مرة ثانية معدوني معدوني هذا السوق دي رقبتي عضلت ما شاء الله إذا بس رقبتي عضلت واحد نشب بعدها كيف دقيقة بعدها كيف خلاص فضحت أنا والله ما هي كذا اوكي لا اصبر تقنص انت الله لا لا حالاتها ترفع فوق كذا تجي كذا ها كذا اصمل انا اصمل مثير يسأل بعد كذا ايش يصير بسرعة خلصنا انا الباقي متى ايه رقبتي علقت باقي كذا شوف هي كذا صح؟ ايه ايوه انزل ايوه خلي 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 والله ان شاء الله يجيك ابو شهاب هناك ناموسي ناموسي قريب ايش؟ والله انت اطلعوا بس اطلعوا بتشوفون ايش بيصير بسرعه بالله استعجل صل على النبي واللي بده حارتنا هاي الحاره من ادى يقول ما يدري محمد اذن محمد روح تركي تركي محمد اذن انت انت اذن انت اذن نبي نجرب اذن نبي تكسب اجر محمد يا فهد محمد الفري محمد ربي اذن اذن نبي اذن نبي اجر اذن 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 يمشي امشي ودك تذن تذن امشي اجر 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 محمد اذان صدق اذان والله امشي انا اذن بجيك بجيك خله يذن خله يذن بتذن هو يذن ايش اللي قلتها يا ابو يمعه بتذن ولا جي خله يذن يا اخي عارف ما يبغى بجيك بجيك بذن بجيك بجيك عين عقالي يا رهي حسن الله
حالك طيب؟ سايب غير؟ شو راك اليوم؟ نبه؟ نفسيتك ما زايد. والله اني تعبان شوي، حلقي فيروس تعب، وتخني راح تروش والحق لكم. تروشت وجيتكم. ان شاء الله اني طيب. ان شاء الله اليوم طيب. الله يجعلني قبلك ويرفع قدرك. والله اللي مرحبا ومسهلا. والله جيتكم عندنا مثل المطر. كنا نحب واحد من عمان، وصرنا نحب اثنين من عمان. عمان من عمان. محمد واخوه يوسف. الان نحب اللي في طرف عمان كلهم، اللي جو معه كل ابوهم واللي في عمان. اقسم بالله على ما جاكم. دار داركم طول. بجيكم عمان. لعبت صار لك يوسف. بكمل اجي سؤال. ان شاء الله انه يعني ربي. متى اقرب شهر لها؟ 7-8. كم باقي شهر؟ قريب على الحين. اقسم بالله لجي تشريف. شوف وعد انا احفظها سنابه. اقول لك والله نجي ورب الكعبه نجي. تم لك مني اجي. تم وتك في عمان تشريف. ارقد كذا كنك بيه لك بيرش بيرش. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.